حدث فلكي نادر يشهده العالم. يمر كوكب عطارد في ظاهرة تسمى بالعبور أمام الشمس أثناء وجوده على خط واحد مع الأرض. تستمر هذه الظاهرة 7 ساعات ونصف الساعة. ويبدو الكوكب قرصاً أسود صغير أمام قرص الشمس، وفي حين أنه يمكن رؤية عبور كوكب زهرة بالعين المجردة، فإن عبور كوكب عطارد لا يمكن رؤيته إلا باستخدام الأجهزة الفلكية. وستكون أبو ظبي ومسقط أولى العواصم العربية التي تشهد هذا الحدث، وموريتانيا والمغرب والجزائر الدول العربية الوحيدة التي يمكنها مشاهدة العبور كاملاً. تحدث هذه الظاهرة الطبيعية أكثر من 13 مرة كل 100 عام. كان آخر عبور لكوكب عطارد عام 2006، وسيكون العبور التالي بعد 3 سنوات.